من الفيوم. النهارده كمان كان في تصريحات مهمه جدا للواء مدحت المنشاوي قائد العمليات الخاصه بوزاره الداخليه، قال ان قوات الامن تمكنت من ضبط خليتين تابعتين لتنظيم بيت المقدس، وتم القبض على 8 من المتهمين وسيتم اجراء التحقيقات معهم، واعتبر ان ده نتيجه جهد عظيم ما بين قوات الامن ورجال الامن الوطني، تمكنوا من تتبع هذه الحياة وما خليتين تتبع هذه العناصر التابعين للخليتين وتم القبض عليهم، وهناك أنباء تشير إلى تورطهم بالفعل في الأحداث أو التفجيرات اللي شهدتها القاهرة والقليوبية على مدى الفترة الماضية. الغريب